السلام عليكم. مرحبا بالحضور. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بون كيما قال سي مراد جينا حابين بور كلاريفي إكلارسيغ كيلكو بوان للجمهور نتاعنا والعائلة الموسعة نتاع الأولمبيك وزاد الرأي العام التونسي اللي اليوم ثم ياسر كلام اللي فيه بوزيتيف في اللي قاعد يتساءل شنو الاولمبيك بيج شنو الوضع او ميم طون حابين جيت متاخر شويه مي حابين نقدموا اللاعبيه نتاعنا اليوم جبنا زوز من المدربين الجدد اللي احنا كإطار فني واداره عن وزاد الجمهور متاكد انه باش يكون سند كبير نتاعهم وعندنا ثقة كبيرة ياسر إنه إن شاء الله باش يعطيونا الفلوس باش نقعدوا ديما في الكور داسندونت. فوالا دوكو اليوم أكثر منه نقاط باش نوضحوها وباش نحكيو في البروجي نتاعنا في اليوم نحكيو على فريق الحمد لله شد ثنية صحيحة الحمد لله ثم ملاعبية شبان ينجموا ياخذوا المشعل غدوة شفناهم في الماتش ويد كوب الحمد لله لي ريزولتا سبورتيف مالغري مانيش راضي 100% وهذا حكيناه انا وجواريتي مي اليوم سورتو باش نقولوا ان غران برافو على الباركور اللي تعدى قبل البلاي اوف قبل الكارد فينال باش نوضحوا زادا وين نحبوا نمشيو باش نوضحوا علاش احنا قاعدين نخدموا ثانينا رغبة كيما نقولوا وما ماناش لاهين بالكلام ولا بالحاجات اللي قاعدة معناتها نيجاتيف بوزيتيف نشوف فيه وقت نلعبوا ماتشوات اكثر حاجة مركزين عليها انه جمهورنا رجعلوا الشغف وحب الجمعية والفيرتي دابارتونونس هذا اللي حبينا نشوفوه من اول النهار وفي نفس الوقت زاد حبينا نزيدو نقولوا انه احنا كمجموعه عندنا اهداف سواء ستاف ولا هيئه مديره وخاصه الملاعبيه نعرفوا ما ثماش هم يقولوا ما ثماش كوتش ما غير ملاعبيه انا نقول ما ثماش نادي ما غير ملاعبيه اليوم ملاعبيه ان تري تري كرون برافو كنت قبل نقول 5 خميس وكنت قبل جي في اون ديكلاراسيون دامور كما ندي لعبيتي اليوم نحب نقول بالحق شوي بلوس كفيه البارح صارت قاعده مع الملاعبيه حسيناهم بو دوبون معناتها ريسبونسابل يمكن ما نقولش اكثر منا خاطر الاداره للامانه قاعده تعمل في الماكسيموم واليوم يمكن اللي صار نهار اثنين اون فادير ان انسيدون مي سي بيان زاد بور غالفانيزي العائله الاولمبيه الكل باش اللاعبات تتلف وتتلم ورا جمعيتها ورا ملاعبيتها اللي مسحقين اليوم كل شيء من عند الجمهور حتى الكلمه الباهيه با فورسيمون كان الفلوس الملاعبيه اليوم نعرفوا وضعيه البلاد نعرفوا وضعيه الفريق مانيش با فورسيمون جايين باش لا هما لا احنا جايين باش نجيب الفلوس جايين باش نرجعوا ونقولوا رجعوا امجد الاولمبيك نشوفوا الاولمبيك نتاع لي زاني 90 اللي جهه كامله وبلاد كامله كانت تحكي به هذا اون فادير غروسو مودو اللي نحبوا نحكيوا فيه اليوم خلينا نبداو يمكن احسن حاجه نقولوها ثم بعض الانتقادات لبعض المنتدبين وبعض الانتدابات ثم ناس تكلمت ياسر على الملاعبيه اللي خرجت صحيح انه ملاعبيه دو فالور ما جبنا ملاعبيه زاد دو فالور وفالور كبيره ياسر نو كستاف تكنيك اون باري يعرفوا هما اليوم حاطين لهم لا بار تري اوت خاطر سي با ايفيدون باش نعوضوا الملاعبيه اللي خرجوا مي الحمد لله اليوم احنا اللي عايشين مع الفريق وكل يوم نواكبوا في التمارين نشوفوا انه دو بلوز اون بلوس اي سون معناتها
dans une logique de progression énorme ou dans une, on va dire, marge de progression mais Nafu Rome n'est pas faite en un jour. الولاد ما عندهمش ياسر ملي وصلوا ما قريناش وقت الحمد لله توا عندنا جمعتين نجموا نشارجيو شويه نجموا نخدموا اسبوع كامل نخدموا تكتيكمون نخدموا فيزيكمون قبل تعرفوا تكمل الماتش اليوم تبدا ديجا تخمم في الماتش اللي بعده جوست عندك لو طون دو ريكوبيراسيون و لي بان دو غلاس و تو لي مويان دايوغ نحب نتوجه بتحيه كبيره للستاف وخاصة الإطار الطبي اللي بالحق عاد عطى ان تري تري غران بلوس للولاد فوالا دوكو احنا اليوم ما لازمناش اون فا با بلو فيت كو لا ميوزيك كما ندي نعطيوهم وقتهم نتذكروا انه في بعض الاوقات مثال عبد الرحمن الحنشي اللي ربي يوجهه خير ونتمنى له كل التوفيق في تجربته جديدة أول ما جاء كان معناتها ياسر انتقادات اليوم ما نعرفوش علاش تم انتقادات خاصة أنه الفريق ماشي في السكة الصحيحة اليوم أول مرة في تاريخ النادي النتائج هذه السلسلة هذه اليوم الملاعبية هم اللي حطوا اسمهم افيك أحرف من ذهب ويزون À mon avis, aussi le temps est mis la barre très très haute pour les joueurs à venir à l'Olympique ou le Mawesim Jay. Ou moi, je suis le Mawesim Jay, 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 je suis le capitaine d'équipe Ashraf ou l'Oussama Bougara ou le Montadbin Jdud. باش يحكيو شويه ومن بعد كان تحبوا نرجعوا على الاهداف نتاعنا خاطر اليوم بالحق احنا حتى كاداره وكستاف نكبروا بملاعبيتنا واني تري 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 فيير بهم هما من بعد نرجعوا نحكيو ونخلي الكلمه لاشرف شويه باش ما ناكلش الوقت الكل ومن بعد اسامه والولاد كلمه كلمه. بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم الاولمبيك بيجي توا كملنا البار الأولانية من الشامبيونا حققنا فيهم الأهداف نتاعنا اللي هو البلاي أوف وكاردو فينال كوب دلا تونيزي قاعدين ماشيين في سكة صحيحة قاعدين نخدموا ببي قاعدين نحاول نصلحوا لي ريزلتا معناها اللي عملناهم باهيين فما برشا جوات إكسبريمونتي فما برشا جوات صغار موجودين معنا وقاعدين يعاونوا الهيئة زادة كيف كيف ما مش مقصرة معانا معناها في كل شيء معناها كيف كيف زادة الستاف معناها مشكور قاعدين كلنا قرب لبعضنا مركزين على لي ماتش الجايين الجمهور كيف كيف زادة يستنى منا برشا حوايج كبيرة نحنا معناها حاطين رواحنا الكل وخدمتنا الكل باش نفرحوهم داخلين بقوة برشا كونفيونس سيرتو معناها في الماتشات الجايين ماناش موجودين معناها صورة في البلاي اوف قلت ربي باش نعملوا بيرفورمانس كبيرة برشا ونكونوا عند حسن تطلعات الجمهور البيجي وان شاء الله قلت ربي نوعدوهم كان براندمون باهي ان شاء الله في الماتشات الجايين. اشرف كريري يظل كابتن ليكيب هو المسؤول على الفيستير تحكينا على فيستير الاولمبي والله الحاجه الباهيه السنه اللي هو عندنا جروب معناها تحفون ومتربي وصغار سيرتو فهم معناها ميلونج بين الصغار وبين الكبار ما فماش معناها شكون خير من الاخر معناها ماذا بينا اي جوار يكون جديد ولا جوار صغير ماذا بينا معناها فيسا نحطوه في الجروب لازم يكون عنده ديزوبجيكتيف ونحن نحاول نعاونه بالكلمه الباهيه ونشجعوهم تشوف تو في العالم معناها جوارد صغار ولا 18 19 عام تلعب في الكوب دي مون دونك ما عادش فما انا جوارد صغير ولا كبير الاولاد زاد تبارك الله عليهم معناها كيما قلت لك متربيين وخدامه ان شاء الله باش نزيد نشوفوا منهم حاجه باهيه ان شاء الله. شكرا.
في نفس السياق كنت شفت كل شوية مرحبا بينهم وقت كيف أنه النعطية اللي جاءوا جدد مباشرة يعني تحطوا تحت الضغط حكم أنه الفريق مع كاتران ومارش خرجوا النعطية جدوا النعطية جدد حمل منها مسؤولية فما ناس انتقدوهم يستنوا في موضوع أكبر انتم اللي كادر انت على كيف كيفاش تنجموا تعاونوا بلي هذوما راهم حكينا منهم اثنين الحقيقة كاليتي وكبروفيل تاع كورة حتى مشاكل نعرفوا راس النالوتي كي كان في التروزيس مع بسفيرسي اسم محترم جدا كيف كيف ملك الشويخ اللي جا من النجم الراتي عنده كفاءة كبيرة فنيات مهارات ولكن الظاهر انه ينقصهم دفعة الإطار الفني بطبيعة الحال شيخ من خدمته ولكن انتم زاد اللي كادر نتاع ليكيب لازم تعاونوهم وتخفوا عليهم الضغط الحق الحقيقة شفناهم محطوطين تحت ضغط كبير رغم انه قادرين باش يعطيوا أكثر يظهر لي الضغط هو اللي ما خلاهمش يظهروا كما يلزم في بعض الأيام. والله ما نشوفش ضغط بحكم الميركاتو جاء وقت اللي بدينا نلعبوا احنا في الدور دونك ديريكتومون لقاو البلايص موجودين وتعرف اللي الجروب كي يكون معناها في نيفو معين لازم الجوار يطلع اوتوماتيكمون دونك نحن معناها ماناش مصعبين عليهم بالعكس نعاونوا فيهم بالكلمه الباهيه نحن نحبوا ننجحوا ونحبوهم ينجحوا معانا دونك الاولاد الكل معناها اللي جاو ديما نحاولوا ندلف معاهم وهما بطبيعتهم معناها الكاليتي موجوده صحيح معناها فما لاعبين جايين من رابطه ثانيه لكن ما فماش معناها فماش فرق كبير تشوف لعبنا مباريات الكاس ضد فرق من الدرجه الثالثه بالموتيفاسيون تشوف اذا كان هو ينجموا راسه مثلا الملك ينجم يجاوبوا كيفاش كان الدخل الحقيقه فما فرق بين رابطه ثانيه ورابطه اولى خاصه فريق تحت النجم الناس كل تحكي على الاولمبيك بيجي في الفتره اللي جيت فيها انتم يقول لي شويه ضغط عليكم ولا صعب عليكم ربما المهمه شويه راسه الحقيقه ما شفتش برشا ضغط ما شوية تعب ممكن خاطر فما فرق شوية بين ليك دو وليك ان سيرتو فيزيكمون كهو معناتها هذاك هو الفرق فهمت في المستقبل بالطبيعة لازم واحد يخدم أكثر باش يفك بلاصتو أول حاجة وكيما قلت لك الخدمة هي أهم حاجة باش توصل لبعيد مالك والله كيما قال راسي ما زيدش برشا جست جينا سيدي نتاع ماتشوات معناتها مش قاعدين جست جينا مثلا بالاثنين اربع ماتش ست ماتش احد ماتش بالطبيعه من الاول باش تلقى شويه صعوبه من بعد شويه بشويه توري الكاليتي نتاعك قدره ربي تزيد قدام كوتش كيفاش تنجم تحكي عليهم يعني من العطيه جدد اللي دخلوا كيما قلت انا ترى ما عرفش ما خلاهمش وقت باش يرتاحوا باش يتنفسوا باش يطلعوا اكثر على الانفيرونمون نتاع النادي على الشرعيه على الجمهور احنا الحاجه الباهيه السنه في الاولمبيك كي جيت الوضعيه كانت صعيبه وكانت سو بريسيون وسو تنسيون واللي تحبوا انتم هما بيدهم خليناهم في نفس الوضعيه سو تنسيون و سي بيان اليوم اون سون سور بيان للامانه غاديين كل الرضا الملاعبيه نرجعو نقولو روم ني با فيت ان ان جو احنا اون سي والحمد لله ثم ناس تعرف لي كاليتي نتاع المنتدبين الجدد بوكو بوكو دو كاليتي ان بوتونسييل انورم مي نجو نقولوا الميل اللي انا ديما نستعملها اليوم ما ثماش حاجه قد الخدمه والخدمه مالوريزمون انا باي الطون باش نخدموا ياسر معاهم توها جاي وقت باش نزيدوا نخدموا وعليهم هما كيما قالوا يعرفوا المسؤوليه يعرفوا اليوم انهم تحطوا يسون ديجا جوتي دون لو بان كيما نقولوا في اليوم هما لازم يسون سورت يعوموا كيما يلزم باش نوصلوا كنا مع بعضنا خاطر هدفنا واحد انه نوصلوا للبر اللي اخترناه هو بر النجاح مش بر النجاة بر النجاح اللي ان شاء الله نوصلوا له بالخدمه والمثابره. والحمد لله كما يزيد تعطيك دفعة جديدة نفسي ومعنوي ونجحت العملية وحققت نتائج كبيرة وزدت في بعض التصريحات قلت لهم المجموعة متكاملة وجاهزة قادرة على جني نتائج إيجابية وفي المقابل قلت لهم ماناش ضد أي لاعب في الخروج معناها هذاك قيمة اللاعبية برا من الكافئين متقاربين لبعضهم كل شيء
ومن بعد في سلسله من الانتصارات اربع مقابلات الاخيره بلاش انتصار. انت عندك الحق باش تدور من عبد الشيخ الدكتور، هل ترى يزور برشا وقت باش يجهزوا ويندمجوا العناصر الجديده والاحتياطيه؟ تحب تقول وقتاش نرجعوا؟ تحب تقول متناقض في كلامي، ما عندي حتى مشكل. لا لا خليني نفهمك حاجه. شوف، اول حاجه اللعبيه سي با دي روبو. ثاني حاجه، اذا نحكي على اربع ماتشات، مشكله ايجابيه خلينا نقولوا ان بروبليم دو ريش، كي تسنس لعبيه انك ديما تربح لازمك ديما تربح، وسي بيان لازمنا، وهذا ايش حاجتنا احنا، وهذا الثقافه الجديده نتاع اللعبيه. يعرفوا هما انه انا واحد من الناس، وهما زاده كل ماتش لازمنا نربحوا، ما عندناش خيار اخر، كل ماتش ناخذوه كفينال دو كوب. باي كونتر صحيح اربع ماتشات، مي في الاربع ماتشات عملنا تورن اوفر، ساعات كان فولو ساعات ما كانش فولو. نعرفوا عن ورقتين احمر، الله يهدي باش ما نرجعوش على الورق الاحمر، الله يهدي الكل حتى نلعبه. مش نحكيو على حاجه اخرى. زاده ثم حاجه اسمها ابرنتيساج. اليوم ليكيب اللي جون، كونت اون فوا الموين داج اللي تري تري جون، قاعدة تتعلم، قاعدين نتعلم، قاعدين نحاولوا نمشيو للو تري او نيفو، وهذا مش سهل. نعملوا بالموجود، قاعدين نجودوا بالموجود. معناتها ثم انت حكيت على انتدابات وعلى خروج، ثم بعض الناس اللي خرجت كيف الحبوبي، كيف صالح المهذبي، ما كناش مخيرين، كان مجبرين، وتعرفوا ربي وفقهم في مسيرتهم القادمه بار نهار الاحد ان شاء الله نربحوهم. اما نرجع نقول لك ثم ناس خرجت خاطر هذاك، عليه زاد حابين نوضحوا، مش اللي سورتي الكل ولا اللي ترانسفير اللي صاروا، سواء في الخروج خاصة في الاريفي، كنا احنا الجهاز الفني احنا اللي اخترناهم، وناخذ مسؤوليتنا كاملة، ما عندنا حتى مشكل. باي كونتر في الخروج، ثم بعض الملاعبية اللي جاتهم عروض وعندهم دي كلوز، كلوز ليبراتوار، تعرف ما تنجمش تشد حتى ملاعبي مالوريزمون، هذا قانون الاحتراف. اليوم احنا نرجع نقول لك، احنا كالاولمبيك اليوم نحبوا نمشيو لبعيد، عندنا ثقه كبيره وكبيره جدا في الملاعبيه، عندنا فيرتي قلتها ونعاودها بالمجموعه الموجوده، خاطر اون توش شاك جور كي باس لوغ انغومون و لوغ انفستيسمون و لوغ ابارتونونس ou leur volonté de gagner, de vaincre chaque entraînement, moi je hâte à chaque match. On voit dans leur mat en tout cas, nous chauffons à nous, ça m'a appelé, je dis, d'affaire l'Olympique, بالقدم بجدد. إذا نحسبوا الأولاد المنتدبين جدد. مي اللي لازم نحكيو عليه و سورتو مي لاكسون دوسيو سي كون اي اجوردي اون فامي، والحمد لله. وهذا اللي اول ما جيت قلت انا نحب نعمل عائله مع ولادي، مع جواراتي، مع الاداره، و بيان سور اون ايساي داتر اون اوسموز افيك البوبليك نتاعنا الكبير، وإن شاء الله نتوافقوا. شوف نرجع نقول لك اليوم الملاعبية، قلت على أربع ماتشوات، زوز ماتشوات خلونا نكتشفوا الملاعبية جدد، نكتشفوا ملاعبية باش يكون عندهم شأن كبير في الأولمبيك، ويمكن ياسر في الفوتبول التونيزي. ملاعبية شفنا في الزوز ماتشوات الأخرانيين دي جوار جونيور بلوس، وائل اللي ولا
اليوم مراكز نتاع الفريق محمد الدربالي مي دو تروا جوار اخرين من الجونيور هذا جو بونس سي با سي با ايفيدون ولا سي با كورون في في الكره التونسيه والحمد لله اليوم قاعدين نحاولوا اون انجيكت دو بلوس اون بلوس تعرفوا ثم زاد مداوره خاطر ثم ناس تقول ثم ملاعبيه طلعت وما خذتش فرصتها وما طلعتش وما اليوم احنا محكوم فينا زاد العدد نتاع التوقيع لي كونترا ماذا بينا راهو الملاعبيه الكل تحت معناتها نجمو نستعملوهم في اي دقيقه مي اليوم احنا نحاولوا ان توكا نطلعوا ولا رجعوا الصوره الباهيه والباهيه نتاع الاولمبيك هذاك عليه خدمنا على الكاليفيكاسيون نتاعنا احنا للبلاي اوف وخدمنا زاده اون باراليل على الكاليفيكاسيون نتاع ليكيب سينيور بي ولا ليكيب اسبوار كي جبناهم ورنيناهم معنا وعملنا مداوره كل جمعه كان ثم ثلاثه اربع ملاعبيه بور معناتها لوفي le niveau voilà pour les emmener un peu à toucher le niveau de l'équipe première et en même temps bchi yahbtu yati un grand plus le faire scène c'est pas nécessaire comme une idée ou un رأي يقول انه ربما النادي بشكل عام ما عرفش يجي مرحله ما بعد ربما ان المرور لمرحله البلاي اوف يعني بين الفريقين دخلت فينا نوع من الهوله ضغط اعلامي مسؤول تحكي على الامور بيجي عروض بالجمله للاعبيه فما اللي خرج حتى المدرجوج المدرج هو في الملعب التونسي اخر مره تو يحكي هو في السياسات وكل معناتها برشا حكايات ليتوال زاد لا ليتوال على مسمى لا 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 انا لا انت تحكي على شنو قاعد تحكي انا بيدي قاعد يوصلني معناتها كيف كيف كمان اليوم اليوم في الاولمبيك المرحله هذه ان شاء الله ما تتوصلش لانه بصراحه شفنا نوع من فتره الفراغ بارك الله الناس كل فرحانين انتصارات ورا بعض شمعت انا شمعت مع هالفراغ وديت مع الهلال الاعلاميه ما ينساش انا باش نسال اليوم خلينا نقلبوا ليرول انتم ما شاء الله انتم تحضروا كل يوم ومواكبين اسكو ماتش نادي الافريقي شفتوا ثم فراغ ما شفناش فراغ لا اه اذا باش نحكيو وين لوجيك دو ريزلتا ما نجموش نحكيو في لوجيك دو ريزلتا وقت انت تلعب ناقص ملاعبيه ناحية اللي خرجوا ناحية اللي احنا نلوجوا على تفسير لا لا اوكي عندك حق ما تنجمش تحكي على لوجيك دو ريزلتا كي ما تنجمش تدور المجموعه كامله وتعرفوا ماراثون كبير ياسر الملاعبيه الكل تعبت و سي سي با نجا نقول سي با ايفيدون الحمد لله احنا اليوم شفنا انه ما عندناش اصابات كمان المرحله من دون ولا اصابه وهذه حاجه كبيره ياسر الحمد لله فرق اخرين عانيت ياسر من الاصابات اليوم نرجع نقولوا واللي اهم والمهم انه الفريق قاعد عايش بالبلاد الفريق قاعد يبخون اي بروغريس وهذه اهم حاجه الفريق قاعد يعطي وهذا نحكيو ستاتيستيك بلي ستاتيستيك parmi les meilleurs voire le meilleur équipe في les index نتاع ou les indices نتاع نتاع الانستات اليوم الفريق زاد نحكيو حتى فوليوم دو جو وقد الاستحواذ بالكره والحكايات هذوما الكل احنا من ضمن اعلى معناتها الارقام اليوم احسن فريق هجومي اكيد مانيش ما وصلناش بعيد كل البعد على التطلعات نتاعنا احنا ك نرجع نقول لك احنا كي نحكي احنا نحكي انا وملاعبيه اطار فني وملاعبيه وحتى الاداره اليوم هذاك عليه نخلي فيهم كل يوم ولا كل ماتش يدخلوا معنا في الـ في الـ في الفيستير باش بور سونتير سيت مش كو لابارتونونس اليوم نسحقوا انه نعرفوا انه معنا الاولاد يسحقوا انه يشوفوا رئيس جمعيه ولا سي مراد ولا سي كامل قنديل ولا 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 سي محمد فرشيشي ولا سي خليل منكبي حاضرين يعطيهم الف صحه وسورتو وسي فاضل منكبي سامحني كان
يعطيهم زاد كونفيونس وزاد لي جوار ياخذوا كالشحنه من عند ناس بيان فيون، ناس قاعده تحاول توصلهم لابعد حاجه بالموجود نرجع نقول، وقاعدين يحاولوا يعطيهم الفسحه. بون الفراغ ما نجمش نسمي فراغ، نجم نقول لك انه قاعدين اون ابرون. انا واحد من الناس جو تعلمت انه نشوف الدبوزه هذه مليانه مش فارغ، ديما نشوف لا موتي بلان. اليوم لعبنا ملعبيه جدد صغار قاعدين نتعلموا، خساره الاخرانيه ضد النادي الافريقي حسب رايي خلاتنا نفيقوا شويه نتعلموا ياسر، وان شاء الله هذا نستغلوا في المستقبل. سؤال في السياق، خلينا يحكي اسامه ما تكلمش. صحيح حساب ما بين ماتش متلوي وماتش مكلوب، فما بالحق حساب هكا حسابات شنو؟ ده ماهيش صحيحة جملة معناتها. بون باش نعطي الباساسيون جات في بلاصتها، في بلاصتها خاطر ماتش متلوي وسما حس بتعب وثقل وخوفنا. تعرفوا اليوم أهم حاجة أنك تستحفظ على المجموعة، وأهم حاجة أنه كي تعمل دي فواياج ويا فواياج وتلعب في دي تيران مالوريزمون ماهمش ماهوش تاع كوره، خلينا نسميو الاسماء بمسمياتها، ثم تعب. ماناش في الاوروب باش نجمو اون بو سو بيرميتر دافوار ركور حاجات كبيره نتاع ريكوفري. اليوم نخدمو نرجع نقول لك بالموجود ويعطيهم الصحه الاولاد الطاقم الطبي و سورتو الملاعبيه خاطر هما زادا كانوا حاسين بالمسؤوليه وفي ليجين دو في نتاعهم صلحوا ياسر حاجات وكانوا حارسين انه يكونوا بيرفورمون. اي فوالا معناتها عملنا مداوره صغيره، كان عندنا وائل عنده دوزيام كارتون وكنا نخمو في ماتش الكلوب هذايا وي، اما الباقي كنا مجبرين انه نعملوا مداوره خاطر عندنا وقت زوز احمر، عندنا لي دو زيتانجي نتاعنا كيف كيف كان اوكبوزو ريشار حاسين بوجع كبيره. فوالا تو سامبلون لا كارتون روج في ماتش الكلوب وماتش ماتش متلاوي ما لعبش. ويمكن زاد اللي غاب على الرأي العام انه الاجواء نتاع المتلاوي صعيبه انك تمشي تربح، خاصه كيف تم الاستقبال نتاعنا وكيف حفاوه باهيه ما ننساش نتعلموا بها. نرجع نقول لك الفوتبول تونيزيان لازم كل يوم تتعلم ولازم كل يوم تعرف فين ماشيين، لازم كل يوم ماتش عنده حقيقته، كل يوم ماتش بماتشو كيف ما نقولوا وماتش بدمه، لازم يكونوا هذه كلمة سر عنا احنا والملاعبين. اسامه شنو دورك في الاضراب والعوده من الاضراب؟ انا دوري في العوده في الاضراب، حتى الاضراب كي عملناه مش معنا اضراب، ديجا ترينينا كل ترينينا في السالمسكيلاسيون كل، جوست حبينا معنا ميساج صغير للبيجي كل والعباد معنا تبع لولمت البيجي باش يفيقوا شوي، خاطر احنا سي بون دا الرول نتاعنا وعملناه جوالات لازينا روحنا برشا معنا سي لو طون باش فما مسؤولين وفما محبين يفيقوا شوي ويعاونوا شوي معنا. حاضرين للسياسات ان شاء الله؟ حاضرين بحول الله سنة باش نكونوا اكيب تحكم في كل شيء، نحكم في الكورة نحكم في الشامبيونان ان شاء الله. ولي يسألوا على السر نتاع تعلق الاولمبي البيجي سنة، يمكن البيجي يعرفوا اللي بيجي صغيرة لهنا نعيشوا عبارة معنا عائلة مع بعضنا، نمشوا قهوة مع بعضنا، نتعشوا مع بعضنا، نفطروا مع بعضنا، هذيك السر معنا الكبير اللي ما يستدعونيش انا نستدعى صحيح ديما يستدعوني كهو، هذاك السر معناها
نعيشوا في عيشة تاع اخوات مش باش حتى بعد كي طب تيران كل وسامي تنجم تتوصل للعيشة هي بتاعك انت في باجة بالأجواء اللي عجبتك العامية هي جو عجبتني على الاخر مرتاح برشا ولا حتى اكثر في باجة ان شاء الله علاش لا ان شاء الله وبارابور معنا برشا حاجات ان شاء الله تبو حاتو صحيح كل واحد يطمح معنا الحاجات ما اكبر اما بحاول الله معنا ما نخرج من الاولمبي البيجي كما نعملوا سيزون ان شاء الله باش يبقاو العباد يحكيوا عليه برشا سنين قدام ان شاء الله وسام في نفس الاطار فماش جلسات معاك تجيب عقدك ولا حاجه لا والله توا كل مهم معناها مركزين اكثر على الكور اكثر حاجات كيما هكا معناها نخيروا ناجلوهم الوقت اخر خير مركزين بحول الله الشامبيونات السنه مش نوصلوا لبعيد انا متاكد وعندي ثقه في اصحابي وعندي ثقه في روحي وفي الستاف وفي الاداره وفي الجمهور اللي دز معنا ديما بحول الله باش نوصلوا لبعيد الشامبيونات معناها علاش باش نكذبوا على رواحنا معناها بخلاف ايكيب ولا علينا في ذكر الاسم بخلاف ايكيب ما فما حتى فماش معنا شكون اقوى من انا عندي ثقه في اصحابي وبحاول الله السنه باش نوصلوا معناها المرتبه متقدمه برشا ان شاء الله اسامه جات برشا سامحني مستغربين ياسر معقول وشرع الرياضه في بيزا متفائل ياسر فماش في نقص كبير على محرش كاس ضربات مصاعب الأخيرة والردود فعل معناها المادة حتى لا ما شوف المادة حق المادة حق لا حق ما المال هو قيم الأعمال وكل شيء وماناش باش نكذبوا على بعضنا أون في با دو دو دير فريش مي اليوم هاو قال لك وهذه الحاجة الباهية اللي نجمو نبنيو عليه انه جوات كونسيون نعرفوا الوضع نتاع البلاد عامه مش مانيش نحكيو على وضع كان الفوتبول في تونس نحكيو على وضع كامل نتاع بلاد كامله اليوم كنا حاسين بالمسؤوليه وهذا اهم حاجه اكيد الاولاد عندهم حقوق وان شاء الله يكونوا ساتيسفي وياخذوهم مي نرجع ديما نقول هالمية هذايا اللي احنا اليوم ملاعبيت كوير هذايا خدمتنا ومركزين اليوم على خدمتنا ومركزين على الاحتراف نتاعنا احنا كستاف ولا كملاعبية نتاعي مركزين على انه نسعدوا جمهورنا انه رجعوا الثقة اللي عطيتها فينا الناس البرا ولا ادارتنا ولا كل اللي تبعوا فينا انه نحيو الشكوك نتاع بعض الناس اللي عندها شكوك كبيره في الاولمبيك وتتساءل من حقها ولا مش من حقها من عاش جو بونس با كو سي لو رول اليوم احنا نحبوا التقييم الصحيح على الملعب نحبوا ناخذوا حقنا في الملعب ما لا اكثر لا اقل سواء كان اعلاميا ولا رياضيا ولا غير احنا اليوم جايين نلعبوا كوره ما نحبوش كيف ما قلت لكم ما نحبوش نحكيوا على حد شيء اخر ابار الفوتبول زاد مع اسامه سامحني جمال بالضبط انا ظهر لي حسن كان باهي يا اسامه تفضل تعاون بسنا بس تستاثر بنصيب الاسد ديال اسامه اللي درى وحده ما غير هبي بيجي يكون عنده حتى لا والله انا من الاول كان في مخي معناها باش نخرج نفيد الجمعيه في حاجه ونخرج انا زاد نحسن مستوى كيكسوا في الكورة كيكسوا ميدي وكل بعد خاطت أنا بالكوتش غلطت الكوتش أحكينا بالبي بورابور معنا الليزوبجيكتيف بتاعنا السنة وكل وبصراحة معنا أقنعني باش نبقى وحمد لله أنا نرفض عرض من هنا والكورة تمشي من هنا الحمد لله نتصور رك عملت دي خديت الديسيزيون الصحيحة وإن شاء الله ربي يوفقنا الناس كل كونوا عند حسن رمى نسكو اول ما وصلت الباجه في تصريحات الحلول بكل ولا حكيت على ثلاثه ماتشات حكيت على الاف ضاعت على ثلاثه مباريات احنا تو قادمين على دوره البلاي اوف اكيد تحكيت مع الاداره حكيت مع اللاعبين وحتى مع الكابتن شو الاوبجيكتيف يعني اللي حابب فيه انت نرجع نقول لك احنا اليوم عندنا ماتش نهايه الحد ضد نادي الرياضي الصفاقسي هذاك هو الاوبجيكتيف نتاعنا هذا كل ماتش فينال دو كوب
ماتش هذا نجم يحطنا في الدومي فينال اللي من 2010 باجا ما عاشتوش. جينا نرجع نقول باش نحطوا اسامينا من الذهب في النادي وان شاء الله نزيدوا نقويوا الواحد الخزينه باش بحاجه سنه ولا ان توكا اون ترافاي بور اجوردي بور دما او بور لي زاني افونير. جيت باش العباد كي يخرج خلي حاجه باش العباد تراحم على والدي. شنو؟ كلها خارجة الناس كلها كي نخرج. لا ما ثم كان دوام من لا مانيش نحكي مانيش نحكي ما قلتلكش نخرج غدوة ولا نجم نخرج. شوف ما تعش على روحك اليوم أول حاجة كل شيء بيد رب العالمين. نجم لا قدر الله تبدا متحوس في الشارع تضرب الكرة. لا معناتها سلامات وكملنا سيزون نكملوا اليوم. نرجع نقول لك كيف ما قلت له عندي هدف هو نهار الأحد. من بعد نهار الأحد لكل حادث حديث. من بعد ندخلوا في أن أوتر كومبيتيسيون أوتر ديفي أوتر بروفيل متاع ماتشويت. En tout cas, اليوم ce qui est sûr, طارق جري لحد الآن راضي على ملعبيته، راضي على اللي صاير الكل. كل ما ثم طموح متبادل بين إدارة ملعبية وستاف والعائلة الكبيرة متاع الأولمبيك أنه نلعبوا على تيترويت ولا مراتب مشرفة باش نرجعوا اسم باجا، راهو طارق جري موجود في باجا. معناتها بالطبيعة لازم يتوفر المينيموم، ما حاجتناش بالماكسيموم. نعرف ثم ياسر فرق أحسن منا، ثم فرق أخيب منا، والحمد لله احنا اليوم غالبين العباد بالروندمون تاعنا في التيران. نعاود نقول لك احنا نحبوا نحكيوا على التيران، ما نحبوش نحكيوا على حاجة. كوتش في جمعية راحوا يتريخوا في طوارور على الدرب وزاف التدريب نيغوسي اللاعبية يعني ربح الأجواء. يقول لي فما طاقة جديدة قال يرسخ فيها ستار جاي في الولاد باش أول مرة نشوفوه في تابعو فريق كنت معاه أول مرة نشوفو في المدرب تقريبا بالذات هذا مدير فما سجل واضح يخلف خدمة أخرى أنه يضرب يضرب على اللاعبية هذا مش موجود برشا من اسرار النجاحين. هذا قاعد نشوف فيه. لا ما شوف اسرار النجاحي نعاود نقول لك هما سر نجاحي هما ملاعبيته العطاء نتاعهم 100%. سر نجاحي هو ادارتي اللي عطات فيها الثقه والحمد لله. امبوسيبل وعمري ماني باش ننسى فضل الاولمبيك علي اللي امنت بطارق شرايا وباسم طارق شرايا وبشنو طارق جراي نجم يعطي. الحمد لله نرجع نقول لك انا مانيش قاعد نعمل في حد شيء زايد، قاعد نخدم على روحي. نحب خدمتي، نحب ايكيبتي اللي نخدم فيها. اي ايكيب نخدم فيها باش نعطي مليار في المية مش 100%. ما عنديش مشكل كي نخدم 12-13 ساعة في النهار. اليوم نرجع نقول لك كي تجي لاي جمعية لازمك تحاول تساهم انه اذا على القليله اذا اليوم ثم ان فيكو ثم بالماريس قديمه نتاع الاولمبيك. انا جيت باش نعاود نلمح ثم ايكيبات مشيت فيهم ما كانش عندهم لا بالماريس لا حتى شيء والحمد لله وصلنا وعملنا باركور ولو معناتها دوزيام وفيناليست تاع كوب في لبنان بكيب يمكن واحد. سر نجاح يمكن نقول لا جو كروا لا فيرتو دو ترافاي. انا خريج المدرسه الفرنسيه وعلمونا في فرنسا، عشت 6 سنين في فرنسا، تعلمت انه ما ثماش احسن من الشغل. تقوم الصباح تخدم تكمل نهارك بالخدمه. انا اليوم على ذمه الاولمبي البيجي هذاك عليه يمكن شفتوني حتى مع ليسبوار نمشي نتفرج في ليسبوار نشجع ليسبوار نعطي كلمه. حتى اشرف قائمته المره اللي فاتت عذبته شويه فك البرد ومرضنا من بعد، مي الحمد لله جيت ترشح نتاع ليسبوار.
نرجع نقول لك انا جيت باش نخدم في عائله ورسخ حاجه اسمها عائله خدمه. تعرف كي تخدم مع عائلتك ديما سي بلو بليزون، كي تخدم في اجواء طيبه ديما سي بلو بليزون. الحمد لله لي ريزولتا ساعدتنا وخلتنا نزيدو نقدمو نزيدو نخدمو بسيرتين الرياحيه. مي هذا ما يمنعش انه اليوم ما ثماش ضغط، ما يمنعش انه اليوم ما ثماش طموح، ما ثماش حاجات حاجتنا نوصلو لهم، ما ثماش اوبجيكتيف سبورتيف اي اكسترا سبورتيف، ما ثماش معناتها اليوم شوف يمكن اهم حاجه ليا انت حكيت على ثقافه جديده، اهم حاجه نفتخر بها انه انا اليوم جيت في مجموعه ولا في نادي دونز ان خلينا نقولوا ان بوان ا، واليوم الحمد لله نشوفوا فيه العباد الكل اللي تبعوا في الرياضه الكل فوتبول شو قاعدين نشوف فيه في البوان بي. اما انا مش نوقفوا في البوان بي ان شاء الله نوصلوا للسي، وعلاش لا لابعد من السي يعني حاجه كبيره ياسر. ان شاء الله نرجع نقولوا نحبوا نجيو نعملوا سيزون اكسبسيونيل ونخليوا العباد الكل تحكي به. كوتش في بالي ما نربطوش كل شيء مقابل بنتيس مقابل هاو كان وصحابك ربطوها جاي في مقابلات كل قدم طبعا على سي اس اس انك من الناس متفشخ من الناس متفشخ عادي جدا اكيد ان المستقبل انت خلقت في بيج الحق اجماع حولك نجاح وتناغم وانسجام مع الهيئه واللاعبين ونقله نوعيه في الاداء هذا يخليك الناس تطلب منك الاستمراريه خاطر هذا الهدف المنشور في بيج شو سمعت الاستمراريه؟ معناها انت قلت كل شيء مرهون وبنتيس مباراه لا هذول ما فهمتش خاطر كنت تتعارك انت وصاحبك هذاك علي شفت على كيسيون به ركز يا صاحبي به ليه شوف خلينا نكونوا واقعيين انا طارق جراي كي جيت هاي عظم الهيئه كان موجود تمام راني جاي باش نحاول نمشي الماكسيموم في الكوب حتى حد في تونس ولا في العالم العربي خلينا نقولوا ما يعرفش انه باجا ايكيب نتاع كوب عندنا دي تراديسيون عندنا دو كوب عندنا كات فينال عندنا ان سوبر كوب دو تونيزي كونت سي اس اس اليوم عندنا ماتش عندنا ماتش تريز امبورتون للملاعبي نعاود نقول لك حتى اليوم في السبيتش افون انترينمون قلت لهم الكارت دو فينال يا 5 ans ولا 6 ans خلط الاولمبي البيجي للكارت دو فينال باغ كونتر من 2010 ما خلطناش واحنا جينا باش نكتبوا تاريخ نحبوا نمشيو نكتبوا تاريخ ومن بعد بيان سور تقعد مقابله نتاع فوتبول 90 دقيقه ولا 120 دقيقه يمكن توفى بضربات الحظ احنا ان توكا اون فا تو ميتر اي اون فا تو فير باش نرجعوا بطاقة العبور هذا ماتش كوب ما فيش راتراباج ما فيش نول فيه واحد رابح واحد خاسر باش نحاولوا نكونوا الطرف اللي يجيب يقلع النتيجه نتاعو ويقلع العبور للنصف النهائي مي النتيجه مش هي اللي باش تخلي طارق جراي يواصل ولا نرجع نقول لك طارق جراي دونك احنا ننافسوا اليوم سي اون بريمير هيستوريك للنادي انه يعمل في البلاي اوف وهذا حاجه باهي اليوم بفضل الملاعبية وصلنا انه نكونوا حاضرين في البلاي اوف اي نون لو بلاي داون وهذا في نفسها ثقافه جديده اليوم احنا كعائله واحده وصلنا باش نعملوا وي ماتش سون ديفيت وهذا زاد في حد ذاتها ما عمرها ما تعملت في بيجا وهذا وحتى في البطولة وهذا حاجة بيه اليوم انا ديسيدي دي ديكرير لي ريكورد و دو ميتر دي ريكورد بور نو تو سامبلومون
حكيت على برشا حاجات باهية، فما حاجة أخرى باهية استناوها جماهير أولمبي بيجي سنوات يظهر لي مشيت فيها أبناء النادي سنوات. أولمبي بيجي تعرف أنه المدرسة بتاع تكوين لعب سنوات التسعينات سنوات المجد بتاع أولمبي بيجي اللي نعرفوها من قبل كلهم كانوا يلعبوا أبناء مدرسة أولمبي بيجي. يظهر لي طارق جرية تلفت شوية يعني للصغار وطلع بعض اللاعبية، فما عزيز الدبوبي فما عطسي فما غيرهم يعني والله ما ثم كان سمحني في الكلمة ومع كامل احتراماتنا كان الكفيف اللي ما يعرفش ولا ما يشوفش انه باجا ولادة باجا ارض بتاع فوتبول باجا اكيب ليس اكسبريمي لي جون نعرفو برغم انه صعيب اتونسيون جمهور هذا ذواق وصعيب، اما احنا قابلين الصعب هذا هذاك علي انا كي نحكي مع لي ريكروتي جدد نقول لهم يفو ساكروشي يفو ريان لاشي يفو ساكروشي يفو فير او ميو باش نكونوا على قد هالتطلعات اللي هما كبار وسي بيان احنا نحبوا لي ديفي هذوما الكبار ونحبوا انه شكون واليوم الملاعبية صغار. شوف انا نعاود نقول لهم ما تغلبوني كان بالرندمون، ما انا لاني جاي لاني لا نعرف بوكار قبل، يمكن الوحيد اللي نعرفه هو محرز براجح راني تو قبل، ومحرز براجح شاد البنك معايا ولعب تيتولير، واذا إل ميريت باش يلعب تيتولير يفا كونتينيو دو جوي تيتولير، واذا إل ميريت داتر سو لو بون يفا داتر سو لو بون، ما عنديش انا كلهم خواتي صغار كلهم ملاعبيتي. التواصل الحمد لله موجود بالكدا سواء معايا ولا مع ستاف، واليوم نرجع نقول نطمحوا انو نرجعوا امجاد الاولمبيك نرجعوا اكل كي واحد يحكي على الاولمبيك. الحمد لله في الميركاتو هذايا رجع الاولمبيك اكثر فريق عليه العينين كيف التسعينات رجعت الاولمبيك دخل في فلوس اي نو تدفع في فلوس وهذا حاجه باهي. الفيترينا تحصلت فيترينا ومش كان فيترينا تحكي على جهه كامله اليوم جهه كامله لازم تلتف حول هالفريق اللي اليوم احنا اليوم مثال انت ذكرت بعض الاسماء ما ثماش كان هذوم ثم صغار اليوم ينجموا يعطيو اي ثم دوتر دوتر جون اللي جايين في الثنيه واللي اخذوا فرصتهم باش يزيدوا ياخذوا فرصتهم وبرهنوا كيف عزيز الجارديان وكيف ثم ياسر معناتها سهيب كيف وكيف عزيز طبوب ياسر ملاعبين اللي ان شاء الله باش يعطيو لو غران بلوس. انا قلت باش نخلي نهاية اللي باش نخلي باش نخلي غدوة نهاية اللي باش نخلي معناتها باش نخلي ما نعرفش الكلمة ثم شكون صلحها لي المرة اللي فات إرث ولا أن توكا حاجة باهية مخزون وسيرتو إيكيب تنجم تحمل المشعل وتنجم تقعد تلعب الفوق وهذا الهدف نتاع باجا اليوم. الاستراتيجية اللي جيت عليها أنا والهيئة أنه نحطوا اون استراتيجي بور لي جور توت سويت أون فادير ولا خلينا نقولوا على المدى القصير مدى المتوسط وعلى المدى البعيد. المدى البعيد ان شاء الله مازلنا نخدموا مازلنا نطلعوا في ولاد صغار مازلنا باش نزيدوا نعملوا مداورات باش نطلعوا جوارات من جونيور الاسبوار كيف ما بدينا وقت كان عندنا الوقت وعندنا اون سيمين ولا ان سيكل كومبلي دو ترافاي باش ياخذوا الشارج دو ترافاي باش يحتكوا بالفريق الاول باش من بعد ديريكتومون واحد. وثما زاد تنسيق مع الفريق السينيور بي ولا مع الجونيور باش يكون نفس الخطة تتلعب نفس الكلام اللي يكون موجود عند الناس كل اليوم الأولمبيك راجع وإن شاء الله راجع قوي. مشكورين اذا كانوا انتم الاولاد تكون عندهم ملاحظه ما عندوش واحد ميساج ما عندوش رساله للجمهور ما عندوش ايه كان الجمهور اصلا كل واحد
الرساله الوحيده اللي نحب نوصلها للجمهور اللي راه العام تاعنا ما فيهاش مباراه رجيج، بالعكس راه الناس كلها رانا موتيفي، رانا مازال عندنا ما نعطيه. صحيح المباريات الاخرانيين اللي خسرناهم بحكم من المباراه الخمسه مباريات اللي قبلهم عطينا فيهم برشا جو، مع المده كانت قصيره برشا، لعبنا سبعة مباريات في 22 يوم، دونك عطينا لوتو بور لوتو عادي باش يصير تيرو لاشمون، مي لا باز مازالت موجوده. نحبوهم يساندونا ان شاء الله باش نعدوهم بوجه مشرف، وعلاش لا كاليفيكاسيون ان شاء الله في مباراه يوم الاحد، وان شاء الله مازال عندنا برشا مباريات في البلاي اوف. نحبوا الجمهور نتاعنا نحبوا ديما بلان، وهو ديجا مش مقصر معانا كي نخرجوا في الشارع الناس كل تشجع فينا، وهذا ما عندناش مزيه. نحن جايين لاعبين محترفين، ما فماش حتى فرق بين ولد بلاد ولا اي لاعب معناها جاي ريكروتي للاولمبي. ان شاء الله بفضل ربي كما قلت نعدوهم ان شاء الله بريزلتا باهي وبكلاسمون باهي، وعلاش لا نكملوا نعملوا معناها على مدى طويل مش على عام برك. ان شاء الله بالتوفيق. والله كيما حكى اشرف ان شاء الله نعدو جمهور معناها ندخلوا في البلاي اوف بحاوليه باش نعاودوا الفيكتوريات على بعضها، هذوك باش يتعاودوا مش كان في البار الاولى، راه حتى في البلاي اوف باش تتعاود وان شاء الله تكون اطول من مش ثمانيه، ان شاء الله تكون اطول وكاليفيكاسيون بحول الله بحول الله باش نجيبوها. وسني منحب شنو هذا ما نتصور هكا بالثقه اللي في صحابي وفي الستاف وفي الناس الكل، بحول الله الكوب عنا وان شاء الله باش نوصلوا بعيد. عندك عنده اخرى في اللي ما عرف يقول لك كمرجع هذاك البطوله يعني ذاك اوبجيكتيف انديفيديوال هذاك بحول الله باش ان شاء الله ان شاء الله حاط في مخي باش نكمل البيتور ان شاء الله، وهذا ما ينجم يكون كان معنا بصحابي ويعاونوني صحابي وان شاء الله معنا نيابة على سيد كابر هو نتقرب ما فيش مشكله تاع فلوس قبل عن مالك وعن راسك. لا السؤال مش مربوط بالكلام تاعهم، فماش اشكال تاع ملح فوز باش يكثر عليك مالك لو سمحت سيد كابر ايش قلت؟ ايش نقسمو؟ ايش قلت؟ ايش قلت؟ هو المال سبب الاعمال فين؟ المال اساسي